معاكم، بنعود مرة أخرى لزميلتي شيرين مجدي من القليوبية. شيرين صباح الخير عليكي مرة تانية، وبكل تأكيد يعني يهمنا توصفي لنا المشهد في القليوبية، خاصة أن محافظة القليوبية من المحافظات اللي حسمت معظم المقاعد في الجولة الأولى، ولم يبقى سوى دائرة واحدة فقط داخل هذه المحافظة. تحياتي لك أسماء، صباح الخير، وصباح الخير على المشاهدين. لحظات معدودة وتفتح اللجان في محافظة القليوبية وتحديدا في دائرة قليوب والقناطر الخيرية أبوابها أمام الناخبين في تمام 9 صباحا، استعدادا لثاني وآخر أيام انتخابات مجلس النواب ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية. كما ذكرتي يعني هي دائرة واحدة بتجرى فيها الانتخابات في محافظة القليوبية على مقعد وحيد، بعدما حسمت الخمس دوائر الأخرى 15 مقعدا في الجولة الأولى. هناك استعدادات قوية جدا في محافظة القليوبية وفي هذه الدائرة تحديدا. أنا الآن من مدرسة أسماء بنت أبي بكر، واحدة من ضمن 94 مقرا انتخابيا. هذه المدرسة بتضم 4 لجان فرعية من ضمن 198 لجنة فرعية على مستوى هذه الدائرة. العديد من الاستعدادات، خلينا نبدأ بالاستعدادات الأمنية. يعني قوات الأمن وفرت حرم آمن في محيط اللجنة من خلال الحواجز الحديدية. هناك انتشار لقوات الشرطة والشرطة النسائية الذين يقومون بالتحقق من هوية الناخبين قبل دخولهم إلى مقر الانتخابي. كذلك أيضا بيتم المرور من خلال بوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن. وكمان كان هناك في الصباح الباكر تمشيط بالكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود ما قد يعكر صفو العملية الانتخابية. إذا ما تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية هذا المقر الانتخابي، يعني كما سائر الحال في جميع المقار الانتخابية تمت عملية التعقيم بالمواد المطهرة استعدادا لاستقبال الناخبين. الناخب بيمر بمجموعة من الإجراءات الاحترازية قبل دخوله إلى المقر الانتخابي. في البداية بيتم الاصطفاف في الطوابير، بيتم مراعاة التباعد الاجتماعي، بيتم التأكيد على ارتداء الكمامات. هناك توفر العلب، العديد من العلب للكمامات. المواطن الذي لا يرتدي الكمامة بيتم إعطاؤه الكمامة. وكذلك أيضا هناك توفير للمطهرات والمعقمات التي يتم إعطائها للناخبين، ومن ثم المرور على بوابة التعقيم والدخول إلى اللجنة لإبداء صوته بحرية كاملة. أقل من دقيقة يعني كما شاهدناها بالأمس داخل اللجان بتستغرقها عملية الانتخاب فقط إبراز بطاقة الرقم القومي، والناخب بيأخذ ورقة التصويت ويقوم بالتصويت خلف الساتر بحرية كاملة، ويضع الورقة في الصندوق الخاص بالانتخابات، وبذلك بتنتهي عملية التصويت أقل من دقيقة كما ذكرنا. هناك العديد من التيسيرات أيضا على الناخبين أثناء اصطفافهم او اثناء مرورهم بعمليه الانتخابات. يعني كما توضح الصوره هناك خيمه تم وضعها في الخارج لحمايه الناخبين من اشعه الشمس. هناك ايضا كرسي متحرك كما تظهره الصوره، يعني تم استخدامه كثيرا بالامس. ربما المقعد لم يعني يكون في مكانه طيله اليوم نظرا للاقبال الكثيف من كبار السن الذين اصروا على الحضور وابداء اصواتهم، حيث بيقوم هذا الكرسي بايصال الناخبين من كبار السن الى داخل المقر الانتخابي تيسيرا عليهم للمشاركة في عملية الانتخابات. دعنا نرصد المشهد بالأمس منذ 9 صباحا وحتى 9 مساء. يعني ربما هذه اللجنة يعني لم تهدأ قليلا، حتى كان هناك إقبال متواصل من جانب الناخبين. السيدات هن المسيطرات على المشهد الانتخابي من كافة الأعمار. كان هناك مشاركة للرجال لكن السيدات تصدرن المشهد بالمركز الأول بكافة أعمارهن، من الشابات، من السيدات، من كبيرات السن أثناء اصطفافهم هنا في خارج هذه اللجنة الانتخابية. يعني هناك غرفة عمليات متواصلة على مدار ال 24 ساعة بالمحافظة لمتابعة عملية الانتخابات، وتم الإيصال بكافة الجهات المعنية لمتابعة الانتخابات وتدخل حال حدوث أي طارئ. كما ذكرنا هذه اللجنة كما سائر الحال في جميع اللجان ستغلق أبوابها في 9 مساء، لكن لن تغلق حتى يقوم آخر ناخب بالإدلاء بصوته في عملية الانتخاب ما دام متواجدا في الحرم أو مقر الانتخابي أو في حرم المقر الانتخابي. هناك ساعة للراحة بين الثالثة إلى الرابعة عصرا، وهذا هو المشهد لدي. وبالعودة إليك أسماء مرة أخرى. بشكرك جدا يا شيرين، شكرا للزميلة شيرين مجدي من القليوبية.